مرحبا بكم. انا هنا اليوم انا في لوس انجلوس وبالضبط في اكبر شارع ديال النجوم هنا في الولايات المتحده الامريكيه وفي لوس انجلوس. وانا اليوم تنغطي لي زوسكار اللي هو اكبر ايفينمون بيان سور ديال السينما في العالم كله. واليوم كل شيء تتسائل واش ليوناردو دي كابريو فينالمون غيربح جائزه الاوسكار ولا لا. دونك خليكم معايا باش نعرفوا شنو واقع وغنشوف شكون اللي كاين في ريد كاربيت. سورتو كاينه مغربيه وحده اللي هي فيروز كرواني المذيعه اللي كبرنا معاها ملي كنا صغار اللي كانت نجمه القناه المغربيه القناه الاولى ودابا جات تخدم بور دي شان في المويوريون من الامريكان. Donc, ma suis bête, allez comme ailleurs. Who you are, I ain't gonna try to change it. You are a shooting star, that's why you are my favorite. I love just who you are, I ain't gonna try to change it. معايا دابا السي العالمي مكتب الجزيرة في واشنطن، مرحبا بك. شكرا جزيلا. حبيبي شنو ممكن لك تقولنا اليوم على لي زوسكار؟ حفل بهيج كما هو واضح من الصور وأيضا أفلام قيمة الآن. خاصة المرشحة لأحسن فيلم نصفها يعود إلى روايات حقيقية وهي عودة سلطة أدب الروايات إلى هوليوود، لكن لا يمكن الإفلات مما يطغى على هذا الحفل مسألة العنصرية، استبعاد سود للسنة الثانية على التوالي من الجوائز الرئيسية في الأفلام الثمانية المرشحة. وعلى الرغم من أن هوليوود تاريخيا تدعي أنها ليبرالية تقدمية كانت في مقدمة إعادة هندسة المجتمع، دافعت عن السود عن الأقليات في أفلامها، لكن يبدو أنها لا تمارس في حياتها المهنية ما تبشر به أخلاقيا وإعلاميا. ويبدو أن هذه الوصمة مع الأسف ستطغى على كما قلت على دورة جيدة من حيث الأفلام. ومن غير الواضح كيف يمكنه لا للأكاديمية ولا الاستوديوهات أن تخرج من هذا المأزق في الوقت القصير القريب، لأن يبدو أن المشكلة أعمق وفي بنية الاستوديوهات. كما قال أحد مخرجين السود، من السهل أن تكون رئيسا للولايات المتحدة وأنت أسود، لكن لا يمكن أن تصبح رئيسا لأحد استوديوهات هوليوود. Et là, on est avec la star tunisienne des tapis rouges à travers le monde, Ramzi. Ramzi, comment vas-tu? Ahlan, ahlan, Simo, marhaba bikoum. Labas alik? Labas, aïchik. Je vais vous dire aujourd'hui la red carpet ou surtout les Oscars. En fait, qui dit chouf الأوسكار هذو ما يكونوا لزوسكار كما قلت من قبل في مباشرة على كانال بلس لزوسكار دو لا ريكونيسانس ريكونيسانس لديكابريو اللي كان معناها ترشح 6 مرات وعمره ما فاز بالأوسكار ريكونيسانس كذلك سيلفستر ستالون اللي 40 سنة بعد روكي رجع لزوسكار ورجع معناها في نفس البيرسوناج اللي هو روكي بالبوا في الفيلم هذا اللي اسمه كريد ليريتاج دو روكي بالبوا. وكذلك أنا نقول اللي اليوم يكون زاد إنيو موريكون كومبوزيتور المعروف اللي خدا ان اوسكار دونور توا تقريبا 3 أو 4 سنوات ويظهر لي سناب شيخ والاوسكار معناها توا قداش عمره انيو موريكون 90 91 سنه الفيلم تاع كونتان تارانتينو ذا هيت فول ايت. تظن بان ليوناردو دي كابريو غيربح اليوم؟ جو بونس الى بورتي دومان ربح كل شيء، ربح لي جولدن جلوب، ربح البافتا اووردز، ربح الساغ اووردز، يعني ما فماش جايزه ما ربحهاش ديكابريو. نقول لك حاجه، ديكابريو كارو ربح وقت اللي عمل له لودو وول ستريت، هذا معناها احسن رول عمله ديكابريو، لكن ذا ريفننت قبل ما يخرج الفيلم كان هنا في هوليوود باز كبير يعني على الفيلم هذايا. وديكابريو عطى بيرفورمانس على فوا فيزيك ومونتال تري انتنس للفيلم هذايا ريفننت اللي ترشح 12 مره لزوسكار 12 نوميناسيون ذا ريفننت. يعني ديكابريو يكون سي مون افي يكون باش يربح جائزة الأوسكار أحسن ممثل، وكذلك ريفننت باش يربح جائزة أحسن مخرج لأليخاندرو إيناريتو، وربما أحسن فيلم لا ستاتويت سوبريم. لكن في الكاتيجوري هذه غياني جوي جوسكا بريزون خاطر في أفلام أخرين هما بيدهم فافوري كيما سبوت لايت وكذلك لو كاست دو سيكل مع الكاستينغ نتاعو سوبر ستار في كريستيان بيل وبراد بيت وريان غوسلينغ. دونك سافا جوي أونتر ذا ريفننت لو كاست دو سيكل والفيلم هذايا سبوت لايت. Ramzi, tu as un public au Maroc parce qu'il te regarde et te suit sur Canal+. C'est quoi ton message pour ce public? نقول شكرا وشكرا للمهرجان السينما الهجره لقدير اللي يعني اعطوني جائزه في شهر اكتوبر، وان شاء الله ان شاء الله عن قريب نكون نرجع للمغرب. نبوسكم ونقول لكم بون زوسكار مع سيمو، الى اللقاء. رافي شنو اخبارك؟ كيفك؟
والله أنا زين جدا وسعيد بوجودك، وأنا أتشرف جدا من أشوف أكو صحفيين وإعلاميين عراقيين في كل عام في الأوسكار. أكيد أكيد، وأنت زميلي بالعربية، أنا العربية إنجليش، أنت العربية العربي. أكيد، وإحنا عائلة واحدة، فلهذا سبب أقدر أخلي لك يا هنا. شنو كيف كان لايف؟ كنت هامل على لايف على من الأوسكار على دبي، كيف كان؟ نعم، كان أكيد رائع. كنا طالعين لايف على قناة العربية في نشرة الأخبار، وفي عندنا أيضا لايف آخر بعد الجوائز، رح نكون أيضا من البريدج، رح نطلع نتحدث في برنامج صباح العربية. تحدثنا عن التوقعات، تحدثنا عن الأفلام العربية المشاركة، تحدثنا إذا سيلفستر ستالون فعلا رح يحصل على الأوسكار. يعني مثل كما تعلم في عام 1977 لم ينال الجائزة عن فيلم راكي، ولكن هاي فرصته الأخيرة أنه يحوز على هذه الجائزة أفضل فيلم بدور مساعد. شو بتظن على ليوناردو دي كابريو، حيحصل على الجائزة ولا لا؟ كلام رجال، أنا عراقي، 99.9 ليوناردو دي كابريو. شنو اخر اخبارك شنو عامله؟ اوكي، اخر شيء كان لي لقاء مع شاكيرا عن افتتاح فيلم زوتوبيا، راح ينزل بالوطن العربي تحت زوتروبوليس. كان لقاء رائع، عرض فيلم رائع، لازم جميع المشاهدين يشوفوه. ولكن ايضا في عندنا انا موجود بمكتب العربيه هون بلوس انجلوس، وعاده نغطي كل البريميرز والاشياء الانترتينمنت اللي تخص هوليوود. شنو انت بتغطي الاوسكار؟ شو ممكن تقولنا على حفل الاوسكار؟ شوف، انا بالاسبوع اروح 4 مرات للكاربت بما اني ساكن في هوليوود، ولكن اوسكار فعلا الريد كاربت بيها رهبه خاصه. يعني ايش قد مغطي مهرجانات قبل، ولكن اوسكار فيها نكهه خاصه، واني متاكد انت تحس بهذا الشيء. صح، ولكن مهما تكون مسيرتك الكبيره، اذا انت تعمل في الانترتينمنت تغطي الاوسكار، هي علامه فارقه بمسيرتك. فلهذا السبب I always make sure every year I'm covering the Oscars. شو ممكن تقول للجمهور المغربي؟ أنا حاب أقول إنه أنا أصدقائي معظمهم مغاربة واشتغل وياهم، وأنا معجب بهم لأنهم من أشطر الناس حتى موجودين بلوس أنجلوس، وأنا دائما فخور بأي عربي في أي مكان، وبكل مصداقية موجودين بكثرة في لوس أنجلوس، وكلهم أصحاب مكانات عالية. ف thumbs up for you guys. I ain't gonna try to change it. You are a shooting star. That's why you are my favorite. I love just who you are. I ain't gonna try to. احنا مع نجمة قناة اي اللي هي معروفة في الامريكان كاملة وفي العالم كله. ماريا، how are you doing? I'm great, how are you? You look stunning. Thank you so much. What you can tell us about the Oscars today? What can I tell you? Well, it's a gorgeous day here in Hollywood. We couldn't have asked for a better day. And if Leonardo DiCaprio does not win, I quit the Oscars. Well, you have huge fans, not only in Morocco, but the whole Middle East. What you can tell them? Thank you. That means so much to me. Thank you for watching. Thank you for being fans. And I'm honored. I don't know what else to say, but thank you. Thank you. I say thank you. Shukran. Shukran. Thank you. I ain't gonna try to change it. You are a shooting star. That's why you are my favorite. I love just who you are. I ain't gonna try to change it. رايا، كيفك؟ شنو اخبارك؟ منيحه، وانت كله تمام؟ الحمد لله. شو ممكن تقولي لنا اليوم على الاوسكارز؟ انا محمسه كثير هالسنه، لانه 2 nominees من الوطن العربي بالاوسكارز. اكيد فيلم ثيب من الاردن مع كل فريق العمل بيست فورين فيلم، وفيلم من فلسطين سلام عليك يا مريم مع باسل خليل. بقى لما يكون في عنا اكيد ترشيحات من الوطن العربي بكون محمسه اكثر من السنين القبل. يعني هيدا يلي بيصير ابتسامتي انا. اكيد بتظني ان ليوناردو دي كابريو حيربح اليوم؟ اكيد، هيدا vous pouvez mettre tout votre argent dessus. انت عندك جمهور كثير كبير بالمغرب، شنو المسج بتاعك للجمهور بتاعك؟ بدي اقول لهم انه بحبهم كثير وبقدرهم كثير، وبعرف عبر السوشيال ميديا وعلى فيسبوك وعلى تويتر قد ايه انا معجبين من المغرب. لازم ارجع على مراكش وزور موازين هالسنه، في البيبي بقى ما بعرف اذا رح اقدر اسافر هالسنه، بس انه بوعدكم رح اجي قريبا جدا. وبأربز جوت تالنت عندنا اكيد يعني اهم المشتركين هن من المغرب، نعرفها يعني اوقات بنسميهم ما هاف جوت تالنت. Thank you very much. Congratulations for the baby. Thank you. I ain't gonna try to change it. You are a shooting star. That's why you are my favorite. I love just who you are. I ain't gonna try to change it. Richard, what you can tell us about the Oscars today? Well, you know, it's the climax of awards season. It is the biggest show on earth. There are a billion or so people tuning in. There are some fantastic movies nominated. Lots of Australians up for Oscars. So we love it in Australia. I'm sure you love the Oscars in Morocco. It travels around the world and it's a big deal. Do you think that Leonardo will win?
Yeah, I do, as a matter of fact. I think he's been nominated many times before. I think he's so handsome. He's like you, he's so handsome. But I think his handsomeness sort of gets in the way a little bit. People forget what a great actor he is. But I think this, not that there aren't other great performances, but I think this will be the year that he gets a pat on the back, you know? Thank you very much, Richard, and I hope to see you in Morocco. I will. I'll look for you at the airport when I get there. Good luck. I ain't gonna try to change it. You are a shooting star. That's why you are my favorite. I love just who you are. معنا بيان سيغ المذيعة المعروفة اللي تنبغيو كاملين فيروز. فيروز مرحبا بك. شكرا سيمو، مرحبا بك، فرصة سعيدة اللي تلاقيت معك اليوم. أنا سعيدة جدا لأنه شحال من مرة كنظن جينا الأوسكار ولكن ما تصادفناش واليوم احنا تصادفنا وأنا فرحانة اللي أنت معنا. مرحبا بك. الله يبارك فيك سيغتو. آخر مرة شفتك في فيستيفال مراكش. نعم. دونك اليوم فيروز شادي أنت في الأوسكار؟ انا اليوم جيت كتغطيه خاصه للتلفزيون سلطنه عمان، لانه انا شغال مع الاسوشيتد بريس، وسلطنه عمان واحد من زبناء الوكاله، ورغبوا باش يغطيوا المشاركه العربيه، الترشيحات العربيه اللي هي الاردن وفلسطين. شكون لابسه اليوم؟ انا اليوم لابسه طبعا تكشيطه مغربيه كيف ما كتشوفوا، هي من تصميم المبدع حسين ايت المهدي، اللي كنشكرو بزاف 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 على هذا الشغل اللي عمل في هذا اللبسه في ظرف قصير جدا، لانه هو من واحد يعني من اعتقد من احسن المبدعين في المغرب المصممين في الازياء، وطلبته باش يلبسني الاوسكار. فكان عندنا اسبوعين وجدها وصلتها لي المغرب، وهنا كيف كتشوفوا لابساها ان شاء الله انه تعجبكم. فيروز انت تديري الاوسكار، انت درتي الاوسكار شحال من عام، شنو يمكن لك تقولي لنا على هذا الايفينمون؟ هاد السنه كيف كلشي كيعرف، الافلام اللي سبقت وفازت بالجولدن جلوب اللي سبق هاد الجائزه، هي طبعا غتكون مقياس للجوائز اللي يعني الافلام اللي غادي تحصل على الجوائز هاد السنه، كذلك جوائز الاوسكار. فعندنا طبعا ذا ريفننت مع ديكابريو العائد، عندك سبوت لايت على الصحافه السياسيه، عندك روم، كاين مجموعه من الافلام يعني كل المهتمين والنقاد كيتوقعوا انها غادي تفوز. لكن الحدث الخاص اللي كلشي يتحدث عليه والناس كلها كتنتظر، واش ديكابريو هذا العام غادي يفوز بشي جائزه او لا، لانه كيف كتعرف كل الافلام اللي شارك فيها كل افلام كبيره وعظيمه واخذت نالت جوائز كثيره الا هو جائزه التمثيل، يعني لحد الان يعني الناس كلها كلشي كيدعي معاه وكيتمنوا انه يفوز هذه السنه ديكابريو، فحنا كنديو معاه ان شاء الله انه يفوز. وطبعا كنتمنوا كذلك انه المشاركه العربيه اللي مشرفه لكل العرب من خلال فيلم الذئب من الاردن وافا ماريا من فلسطين اللي كيشرفوا العرب، يعني هما كيمثلونا كاملين، وان شاء الله كنتمنوا لهم انهم يفوزوا. افلام جيده جدا، انا حضرت الذئب، جميل تصوير اضاءه يعني من كل النواحي، كيستحق الفوز، وكنتمنى ان شاء الله في يوم من الايام انه المغرب كذلك يعرف يوصل لهذا المحفل الدولي اللي هي الاوسكار ويفوز ان شاء الله بجائزه. علاش لا؟ دونك كيف قلتي السؤال اللي خطفتي ليا ان كلشي تيعين اليوم ليوناردو دي كابريو، واش غيربح ولا لا؟ دونك داكشي اللي غادي نشوفوا اليوم. فيروز، الناس كلهم اللي تيبغوك في المغرب وانت عندك جمهور كبير تما، شنو الميساج ديالك اليوم؟ تنبغي نقول لهم طبعا شكرا على الدعم وعلى المتابعه وعلى التشجيعات من خلال مواقع طبعا التواصل الاجتماعي او من خلال تواجدي في مهرجان مراكش، تشجيعاتهم وتتبعهم كل الاعمال اللي كنقوم بها سواء هنا في الولايات المتحده ولا في المغرب، هي اللي كتخليني دائما نبقى دائما يعني كنداوم في هذا العمل، لانه كما كنعرفوا مهنه المصاعب شويه فيها شويه ديال العذاب، فبعض المرات كنفكر كنقول واش نعتزل ولا لا، واش ناخذ لاغوت خيط ونرتاح عاوتاني. بالتشجيعات بالمواصله الناس اللي معايا معجبين ولا المحبين كنقول
يلا خلينا في هذا الميدان ان شاء الله حتى يكذب. نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، باقه تعطي وتعطي تعطي. شكرا فيروز على هذا اللقاء، ونتمنى نشوفك مره اخرى ان شاء الله سواء في المغرب سواء بلاصه اخرى هنا في الميريكان. شكرا سيموس، بارك الله عليك، الله يعاونك، كتعمل عمل جميل. انا كنتابعك، تبارك الله عليك، يعني كتغطي كل المشاهير، ويعني انت تستحق تكون كما تيسميوك people reporter، يعني بامتياز. احنا مع النجم المصري خالد منصور، اهلا وسهلا كيف؟ اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا. شو بتعمل هلا اليوم في الاوسكار؟ والله انا دلوقتي مراسل لاو اس ان واس ان ال بالعربي، برنامج جديد على او اس ان، وبنحاول ننقل المراسم هنا على السجاده الحمراء في حفل الاوسكار. شو ممكن تقولنا اليوم على حفل الاوسكار اليوم؟ افندم؟ كيف جاك اليوم حفل الاوسكار؟ شو ممكن تقولنا عليه؟ والله الدنيا حر فرهضة جدا، بس هو يوم جميل والناس هنا سجادة حمراء، يعني اوسكارز اللي تربينا عليها، جود اوبورتيونيتي، انا مبسوط جدا ان انا هنا، واتس اليجنت، اناقة، شياكة، سجادة حمراء، اوسكار، يعني حاجة جميلة، جولد في جولد. اكيد هذه امريكا. السؤال اللي كله بيتساله اليوم، هل ليوناردو دي كابريو حيربح في فنلي الاوسكار؟ والله لو قال ان شاء الله وقدم المشيئه يا رب يكسب. بس فانا احاول القطه كده اقول له قول ان شاء الله يا ليوناردو، والمهم النيه بس، يصفي النيه وان شاء الله هيكسب يعني. اكيد حبيبي. شنو ممكن تقول جمهورك بالمغرب؟ بحبكم جدا، وانا عمري ما رحت المغرب، بس ولو انا عندي اصحاب كتير مغاربه، بس نفسي اروح لان اخواتي كلهم راحوا، و اتس ا بيوتيفول كونتري، ويعني شعب جميل، يعني كلنا عرب، كلنا اخوات، وكثير في المغرب بيحبوا المصريين، فلازم نشوفك بالمغرب مراكش ان شاء الله. عازمني بقى. اكيد. ماشي. هلا احنا موجودين مع اول صحفية مصرية بتغطي الاوسكار، شيماء، كيفك؟ كيفك انت، عامل ايه؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. شو شعورك انت اليوم اول صحفية مصرية بتغطي الاوسكار؟ I'm so exciting عشان انا اول صحفية مصرية تغطي الاوسكار، تعبت كتير قوي عشان اقدر ابقى موجودة هنا، ويا رب نقدر نقدم حاجة كويسة وننقل لكل المصريين من خلال جريدة اليوم السابع اهم كواليس وتصريحات النجوم. شو بتظني انت اليوم ان ليوناردو دي كابريو حيربح؟ اكيد انا حاسه ان هو هيربح، ويا رب يحصل يعمل كده عشان اقدر اخد منه تصريح ويبقى اول تصريح في الشرق الاوسط ان شاء الله. شنو اخبار مصر؟ الدنيا تمام وكله ماشي تمام، وكل الناس دلوقتي بتتفرج على حفل توزيع جوائز الاوسكار وبتتابعها، لان مش بس الحفله مهمه في امريكا، الحفله مهمه في العالم كله. اكيد شيماء، ثانك يو لك حبيبتي، واتمنى لك حد سعيد اليوم.